ولقيت حبايبي كلهم مجتمعين طلع من الكتاب. انا مش عارف اعمل معاك ايه. انا النهارده ممكن اكلمك الاشخاص العليا قالوا لي ان في اللائحه المفروض الطالب اللي ما حضرش 70% يحرم من دخول الامتحان. هو انا لازم اجيبكم اجبارا يعني؟ ها؟ فده كان حاجه كويسه ان القانون نص عليه.
القانون ده شيء جديد، قانون جديد اللي هو 81 لسنة 2016 ده فرق جديد. اختيار موظفين في الوظائف الفعلية الاشتراكية يعني نوظفوا تحريات في الجهات المعنية، هدفها التأكد من شرط النجاح. القانون الجديد وذلك الأمر من الأمور المعتبرة في القرار القانون السابق كان اتجاه الخطوة الفعلية كاملة. النص الجديد بيقول لي على إنتاج الرأي بعدم توفرها إلى قرار كافية وأسباب كافية. في أمر طبعاً في خطوة جديدة تتوافق بالقانون وهي الفترة المتعلقة باختيار المساعدين والمعاونين للوزير أو لمن له سلطاته بناءً على لجنة بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح إجهاد المكاتب التنظيم والإدارة. بعد ما الموظف بيخلص الفترة بتاعته اللي هي فترة وبتجهز فترة تانية بيرجع لوظيفته العادية. وعشان طبعا كل الموظف بيرجع لوظيفته العادية هو يعني ايه؟ بيبقى عنده لوظيفته العادية. تخيل يا جماعة مثلا كان في مكتب مدير عام وبعد كده رجع له موظف عادي تاني. الفترة بتاع الشغل والوظيفة بتاعته. عشان كده القانون قدام الإمكانية وهي إمكانية إن هما يطلبوا إن هما يتابعوا معاهم. وفي هذه الحالة عند المادة 20 ونص على الأقل تنتهي مدة شكل الوظائف القيادية والإشرافية بانتظار المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يكن القرار بتجديد. وبالتالي هذه المدة يجد الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها أنت قبل ما يتم تعيينه في الوظيفة القيادية. ويجوز الموظف خلال فترة 30 يوم التالية لانتهاء مدة شغله بإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة لو تم طلب إن خدمته تنتهي هتساوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه بالتأمين مضاف إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لدلوك السن المقررة لترك الخدمة يوم مع خلق. يعني احنا هنشوف لو الموظف مثلا طلع على 56 سنة بعد ما خلص المدة دي عنده 56 سنة عندته 4 سنين، عنده 55 سنة عندته 5، طيب عنده 54 سنة عندته 5 يتفضل سنة هو يشيل. فطبعا النظام دوت لن يفعل بدون ايه؟ بدون اعادة تنظيم موضوع المعاشات. لأن طبعا اللي بيخلي الموظف ما يطلعش ما يستفدش من الإمكانية زي ديت هي إن نظام المعاشات في مصر نظام عظيم قديم مختلف. المفروض المواد اللي زي ديت عشان تجيب نتيجة لازم يعادل الموظف في نظام المعاشات. طيب بالنسبة لاختيار وكيل الوزارة الداخلية، أنا كان عندي القانون اللي فات أو قرار القانون 18 سنة 2015 كان تحديد لي وظيفة اسمها وظيفة وكيل الوزارة الثانية. الوظيفة دي ضمان هدفها ضمان حاجة اسمها الاستقرار المؤسسي. لوح إن في الفترة بالذات اللي بعد 25 يناير كان في تغير في الوزارة، تغير سريع في الوزارة. وكل المواطن يتغير كل ما تتغير السياسة بتاعته. وكل ما يتغير الخطة اللي حاططها. كل ما يجي فرعون يروح جاي ماشي في السكة اللي عارفه ولا فيه. طيب عشان كده لقينا ان من لازم وجود وظيفة تانية غير الوظيفة تتمتع باستقرار اداري، يعني هي وظيفة ادارية تتمتع باستقرار مادي. فقلنا وظيفة وكيل الوزارة الثانية اللي هو الهدف منه ضمان استقرار المؤسسة، ضمان استقرار المؤسسة. طيب عندي نص المادة 10 بيقول Thank you.
اللي علمته على النص ده ان القانون خلص من سلطه الوزير في اختياره في الوزاره الداخل. الاختيار بقى لازم يكون من خلال لجنه الاختيار، لجنه الاختيار هي اللي ترشح والوزير ولا لا؟ لازم. طيب ده الحاجه. طبعا زي ما انتم شايفين في المرض انه بيكلف نمط استقرار التنظيمي والمؤسسي للوزاره والهيئات والهيئات التابعه لها ورفع مستوى الكفاءه التنفيذيه واستمراريه البرامج والمشروعات ومتابعتها تحت اشراف الوزير. بس طبعا احنا بنتكلم على استقرار مؤسسي، يعني احنا بنتكلم على استقرار على اهداف، على نقط، على برامج لازم تتطبق. لازم الاول تكون موجوده عندنا البرامج والرؤى والاهداف وتكون محل اتفاق عشان نقدر بعد كده نستقر عليها، او وكيل الوزاره يجي، وكيل الوزاره الدائم يجي وتكون مهمته متابعه تنفيذ هذه الامور. طيب عندنا من اول خط 213 اللي هو وقف الصلاه اللائحه التنفيذيه دي اقتراح ارداء التعيين من ذلك. ده الفرع الثاني. احنا زي ما قلنا القانون جاء آلية جديدة. الآلية الجديدة دي تتمثل في اعتماد أسلوب المكافأة كأساس للتعيين في الوظائف العامة. وقلنا المكافأة في مسابقة بالاختبار زي التعيين ثلاث مرات، وفي مسابقة بدون اختبار هي اللي هي بتاعت تعليم وظائف الوظائف. بس جنب دوت كان في ابواب خلفيه للتعيين في الوظائف العامه. الابواب الخلفيه دي كانت كلها ليها اصل في القانون 47 لسنه 78. جاء القانون الجديد لغاها كلها. هنشوف ايه هي الابواب الخلفيه دي. اولا هم بتتمثل في حاجتين، اولا تصفهم من ماده القانون 25 مخصص. ثانيا تمرين سلطه الاداره في التعاقد لشغل الوظائف الدائمه بصوره مؤقته. الماده 25 مقرر صفحه 125 مقرر صفحه 115 في الدور. المادة دي بتتكلم على ناس اتعينت في الوظائف العامة بدون ممثلات، أو اتعينت بممثلات معينة وحصلوا أثناء العمل على مؤهل العمل. المادة 25 مقرر زي المادة دي بتعتمد ده الموقف خلي بالك. كانت بتتيح للناس دي اللي هي عملت بدأت شغلها بدون مؤهلات وبعد كده حصلت على مؤهل، أو الناس اللي هي دخلت بمؤهل معين وبعد كده حصلت على مؤهل اعلى بس بتحتاجهم التقدم للوظائف الشاغره في الوحده اللي هم شغالين فيها بدون شرطي المسابقه والايه؟ بدون شرطي الاعلان ولا الاختبار. بدون الاعلان وبدون الايه؟ الاختبار. انتوا عارفين احنا درسنا في اليه التعيين في القانون اللي فات ان الوحدات كان لازم تعلن عن الوظائف الشاغره دي، وبعد ما تعرف السلطه المختصه هي كل الوظائف التي سوف يتم شملها بالاختبار، والثانيه تعتمد بدون ايه؟ بدون اختبار. هي فعلا بتستثنيهم من الاعلان ومن الاختبار، يعني من الاخر كده بمنتهى البساطه خد مؤهل واول ما تلقى وظيفه في الوحده اللي انت شغال فيها اطلب ايه؟ اطلب تسويق وطن. اطلب تسويق ايه؟ وطن. طيب الماده دي كان محل التقاط من معظم افكار القانون العام. كان محل التقاط. ناس كثيره جدا استفادت منها. دي حقيقه، بس هي كانت محل التقاط. ليه كانت محل التقاط؟ كان دايما السؤال بيتطرح، طب ليه الناس دي هتميز بمعامله خاصه؟
مش دميته في المعاملة الخاصة دوت بيخل المبدأ المساواة بين المواطنين. السؤال المطروح، ايه رأيكم؟ بيخل ولا ما بيخلش؟ ولا النص القديم كان أحسن؟ ايه رأيكم؟ بيخل ولا ما بيخلش؟ طب ايه هي الاعتبارات اللي كان ماشي عليه؟ عايز تكلمني؟ يعني معلش حضرتك نعم يعني لازم يعمل مشروع ضروري يصلح من الموضوع يصلح من تعديل يصلح كل حاجه. فده يعني اقل حاجه تعملها الاداره للشخص ده ان هي في التسليم الاعلان او في التسليم اللي بيقوم تعمله فيه. كلام جميل. جميل شركه ان النظام دوت كان نظام كويس جدا لان هو كان بيراعي طبيعه ان الموظف يشتغل، يعني هو شغال ومع كده حسن من وضعه عشان ياخد وظيفه احسن. فالاداره لازم تحط ده في اعتبارها. مين عنده كلام تاني؟ اتفضل. ثاني نقطة،
بينكم ناس جاي مش كل احيانا ممكن يكون شغال في مواعيد الاقل في نفس الوظيفه وبعدين احنا متفقين على قرار معين محدش يعترض من غير ما اسمعك واديك كده اكمل رايي انا سمعت قرار وزي ما قلت الراجل دوت مش مهم ده حد طيب زي حاجه زي ما قلت بينكم هناك هو بيحتاج وظيفه معينه كويس عايز ياخد مكان وظيفه ثانيه عايز على حد من بره ان هو ياخد الوظيفه دي يقبل على حد من بره ياخد الوظيفه دي دي مش مشكله لان كل واحد بيحتل وظيفه معناها انه ايه؟ انه يعني ضيع فرصه حد تاني شكل هذه الوظيفه فاذا الكلام ده تم من خلال اليه تسمع للافضل بالوصول ما فيهاش اي مشكله اذا تم من خلال اليه تسمح للافضل بالوصول ما فيهاش اي مشكله انما المشكله لما تكون الاليه ما تسمحش للافضل بالوصول فمن وجهه نظر الملائمه التشريعيه انا شايف ان رفض هذا الباب يبدو افضل ليه؟ انت كل الاحوال هو خد مهند اعلى عندنا الاختبارات يتقدم فيها زيه زي غيره اذا عدى الاختبار اهلا بيه بناء على معيار الايه؟ الكفاءه والضباط ماشي؟ نسمع كلمه كان عندي اختبار هو بعض المجالات هو الموظف اللي خد مؤهل اعلى اللي شغال في نفس المجال على سبيل المثال مثلا في وزاره الصحه في فئات التمريض مثلا في ممرضه دي معاها دبلوم في فنيه التمريض دي معاها معهد صحي في بكالوريوس التمريض دي معاها كليه التمريض تمام نفس العمل واحد نفس الخبره واحده نفس المجال واحد لو هي اتعينت على دبلوم التمريض وبعد اخذت معهد فني صحي بقت فنيه التمريض او بقت مشرفه التمريض بكالوريوس التمريض فوضعها المستوى الوظيفي اعلى وفي نفس الوقت هي مكتسبه خبره في نفس المجال مش في مجال تاني. ماشي شكرا. زميلكم بيتكلم كلام واضح بس انا شايف حاجه ما هو لو معيار التعيين معيار التعيين كفاءه المفروض ان هي اول ما تخش المسابقه هتعدي بيها لو هو ده المعيار مش معيار الكفاءه واحنا بنقول ان الخبره دي هتزود كفاءه الشخص ده على فرض ان الخبره في نفس المجال يعني في المثل الاستثنائي للفجوه اللي انا عايزه هو استثنائي برضه مش كل الوظائف كده احنا بنتكلم على وظيفه ثانيه طيب حتى في المجال دوت لو اليه التعيين تسمح للافضل للوصول فهي بالنسبه للمثل اللي ضربه منكم دوت هي هتكون الافضل لان هي اول ما تخش هي عندها خبره وبالتالي هتقدر تثبت كفائتها في الامتحان وهتجيب درجات اعلى وبالتالي هي اللي في نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها. في حاجة اسمها تناقض الجهاز الإداري للدولة. ما هي تناقض الجهاز الإداري للدولة؟ أنا عندي مثلا كادر كتابي وكادر فني ده بيتطلب له مؤهلات معينة. وكادر تخصصي دوت بيتطلب له مؤهلات أخرى. إحنا المفروض دوت دلوقتي فيه نسبة ولكن 20% ودول 10%. لو كل الناس خدت من هنا واشتغلت من هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا هيبقى كتير قوي اللي فوق او قمه الهرم بتاعت التخصصي ده هيبقى كتير قوي واللي تحت دوت قليل قوي. طيب هي المشكله هي متى كانت موجوده؟ وما كانتش مسببه مشكله قوي ما كانتش مسببه مشكله بالظبط الواضح يعني هي مشكله انت لان عدد الناس اللي بتحصل على مؤهل اعلى اسباب كلمه كان مفهوم. المشكلة جت بعد ما تبنوا الجامعات المصرية تبنوا نظام التعليم المفهوم. نظام التعليم المفهوم أتاح للناس كتيرة إن هي تحصل على المواد الأعلى. ده عيب؟ لا طبعاً مش عيب، حاجة كويسة. كون إن الشخص يحصل على المواد الأعلى دي حاجة كويسة. وأنا بالعكس أنا شايف إن ضبط نظام التعليم المفتوح ده خطأ كبير. لان المفروض ان الدوله تروحي الثقافه تقود الناس وتدي العلم لكل الايه؟ لكل الناس. هي المشكله جايه من ايه؟ ان الناس رابطه بين المؤهل والتعيين. انا خدت مؤهل اعلى يبقى لازم اتعين في وظيفه ايه؟ في وظيفه اعلى. طبعا الموضوع في الاول كان في سلطه تقديريه جهه الاداره ان هي تعين على ضوء فعلا الوظائف الشاغله عندها وعلى ضوء حق العمل. بعد الثوره حصل موضوع الاثبات الامني ده الناس انا خدت مؤهل هتعين بقى يعني هتعين عبد طبعا الموضوع
ومحدد في النهايه او اثر في النهايه في الموضوع بيهدد بتنقل الجهاز الاداري للدواء. طيب الماده دي اللي هي الفقره من ماده 23 مقرر المشرع في قانون 18 لسنه 2015 جت في ماده مكانها اللي هي يجوز للموظفين الحاضرين على معينات اعلى قبض الخدمه واسمها التقدم بالوظائف الخارجيه للوحدات التي يعملون بها او غيرها من الوحدات متى كانت تلك المعنيات متطلبه فعلا وبشرط استيفائهم الشروط اللازمه لشمل هذه الوظائف. الماده دي نص الماده 23 في الحقيقه بيقول للناس اتقدموا زيكم زي ايه؟ زي غيركم. طب هي ليها لازمه؟ يعني نص الماده دي ليه لازمه؟ لا هو ملوش لازمه، طب هم ليهم ان هم يتقدموا زيهم زي غيرهم وفقا لبعض العمل لكل من الوظائف العامه حق للموظفين على اساس الكفاءه والايه؟ والجدارة. المشكله بقى جت منين؟ على فكره الطاقم في الماده 25 مقرر كان سبب من اهم الاسباب اللي ادت ان القانون ما يعديش قدام البرلمان. كان سبب من اهم الاسباب اللي ادت ان القانون ما يعديش قدام البرلمان. طب ليه؟ لان بكل بساطه الناس فعلا كانت خارج معدلات وكانت بتطالب بتسويه اوضاعها وبين يوم وليله القانون اتغير. تخيل انت عندك مثلا انت بتنظم اوضاعك وفقا لقانون معين، انت مالكش حق مستهدف خالص، بس انت نظمت وضعك وفقا لنص قانون ايه؟ معين، وخدت مؤهل فعلا، والاداره طلبها في حياتك الوظيفيه الاداره تقول لك ايه؟ طب استنى اول موضوع تفضى، طب استنى كذا، ومن يوم وليله تصحى الصبح لا تنظم لا تنظم. طيب ودوت في اخلاف في بعض الاوضاع المطلوبه منها صح؟ عشان كده المادة دي أو الطاقم في المادة 23 مقرر كان يمكن من أكثر العيوب اللي وجهت للقانون الجديد. طبعا الحكومة كانت منتظرة على إن الطاقم في هذه المادة ضرورة دافعها إيه؟ الحفاظ على تناصب الجهاز الإداري للدولة. إحنا عندنا وظائف معينة بدأت تصدر خالص ووظائف تانية اتملت تاني. عشان كده امام قرار الحكومه وتمسك البرلمان طبعا البرلمان كان معارض جاب لنا ماده استقراريه هي الماده 46 بوزنه باب الاحكام الاستقراريه قالت لي يجوز للسلطه المنفصله ولمده 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل في هذا القانون اعاده تعيين الموظفين المعينين صف العمل بأحكام والحاضرين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمه في الوظائف الخارجيه بالوحدات التي يعملون بها. ماذا توفرت فيه الشروط اللازمه لشكل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الاعلان والامتحان الذي بين لشكل هذه الوظائف. يعني في الاخر كده الماده قررت لنا فتره ايه؟ فتره انتقاليه. وانا في رايي ان القرار قانون 18 سنه 2015 كان لازم يضع الموضوع دوت في اعتباره ولو كان جاب فيه ماده زي الماده الانتقاليه ديت ما كانتش حصلت الضرر والدرجات دي كلها. في 72 كده اتفضل. Thank you.
كل واحد يختار وجهة النظر اللي يناسبه وفقا لايه؟ وفقا لحالة عامة. الخطة الأولية بتاعت الحكومة. الخطة الأولية. تاني حاجة تقديم صورة الإدارة للتعاقد بشكل المبادرة الدائمة بصورة مؤقتة. تقديم صورة الإدارة للتعاقد بشكل المبادرة الدائمة بصورة مؤقتة. المادة 73 من القانون 81 لسنة 2016 نصت على الآتي: إيه ونص المادة؟ وفقاً لنص المادة 73 من القانون 81 لسنة 2016 المفروض إن هيصدر قرار من الوزير المختص بناءً اللي هو الوزير المختص، إحنا عارفين وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بناءً على قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول من المؤسسة اللي هو الباب الأول الأول. طيب المشرع بالنص دوت تقريبا هذا موضوع مشكلة أو مصطلح على تسميته بالعمالة المؤقتة. المشكلة دي كانت مشكلة كبيرة جدا في دورة الجهاز الإدارة الدولة. أصلها إيه؟ جت منين؟ تطورت ازاي؟ عندي المادة 13 من القانون 47 سنة 78 كانت بتقول ايه؟ يكون شكل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون، وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة. المادة دي لو جينا بصيناها هي بتقرر رخصة لجهة الإدارة. الرخصة دي مقررة بسبب معين مواجهة الضرورة. أنا عندي دلوقتي وظائف وظيفة معينة فاضية في الجهاز الإداري أو في وحدة في وحدة إدارية معينة، عندي وظيفة فاضية فيها. المفروض إن الإدارة تدور على من هي الشغل، شغلها هيكون عن طريق إيه؟ التعيين. وإحنا قلنا إن الإدارات المصرية أو الحكومة المصرية كانت بتحاول دايماً بعد فترة معينة تضخم عدد الجهاز الإداري للدولة، فكانت شايفة الحل إن هي تقفل باب التعيينات ده خالص. طبعاً قفل باب التعيينات خالص أمر غير واقعي، لأن في ناس بتطلع معاك، الناس اللي بتطلع معاك دي بتدي وظائف إيه؟ فاضية. فإن ست الوظيفة الفاضية محتاج من إيه؟ محتاج من يشتغل، ولو بصفة مؤقتة لكن شكلها بصورة إيه؟ المشكلة إن شغلت بصورة دائمة ما كانش بيحصل، ليه؟ لأن مفيش تعيينات. فالإدارة اضطرت تعمل إيه؟ تجيب حد تتعاقد معاه. طيب الحقيقة المادة 13 ديت هي مستمدة من الأحكام العامة. من الأحكام العامة أو من المبادئ العامة للقانون الإداري. ليه؟ انت عندك وظيفة فاضية، انت قدام ضرورة عايز تشغل المنفق بتاعك، يبقى ضرورات غير المنفق العام بانتظام الإقرار بتقتضي تحويل الإدارة صورة منع هذا الفراغ بصورة مؤقتة، وإلا العمل الوظيفي بتاعك هيقف. خليكم مركزين معايا يا ولاد. طيب لكن المادة 13 ما هياش أبدا كانت بتقرر آلية مواجهة للتعيين في الوظائف العامة. ما كانتش أبدا بتقرر آلية مواجهة للتعيين في الوظائف العامة. خلي بالكوا في فرق بين رخصة، مجرد رخصة، مقررة مواجهة الضرورة، وبين آلية التعيين في الوظائف الإيه؟ في الوظائف العامة. طيب الحكومة بقى أو الإدارة أو الجهاز الإداري كان بيشغل هذا القرار ازاي؟ عن طريق نظام توظيف الخبراء الوطنيين والاجانب ومن يقومون بالاعمال عارضه او موسميه. الماده 14 من قانون العاملين المدنيين 47 سنه 78 كانت بتنص على ان
يوضع نظام توظيف الخبراء والقانونيين والأيادي ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدربين، وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شؤون الخدمة المدنية. طبعا القرار صدر فعلا اللي هو القرار رقم 25/2023. خلي بالكم انا بتكلم في مجال الوظائف العامه، سواء شكل الوظائف العامه بصوره دائمه او شكل الوظائف العامه بصوره مؤقته، احنا في كلتا الحالتين في الحالتين احنا بنتكلم على حق للمواطنين على اساس الكفاءه والايه؟ والرضا. احنا في الحالتين بنتكلم على حق للمواطنين على اساس الكفاءه والايه؟ والرضا. يعني مثلا قول ان شكل شخص معين للوظيفه بصوره مؤقته دوت يعطيه مثلا من المرور بالاجراءات اللي طالما التبعين مبدا اختيار الاصلح او الاظهر. لا خلاص، المشكله في القرار ان هو ما كانش يتضمن اي ضوابط تذكر الشفافيه او مراعاه اي نوع من انواع التنافسيه. ده الموضوع فتحها للممثل الجهاز الاداري او رئيس الجهاز الاداري اللي فيه الوظيفه الشاغله بانه يعاني بصوره ايه؟ بصوره مؤقته. طيب اللي حصل ان الاداره طبعا الباب بتاعي ده مقفول، الاداره بدات تتوسع عليه عشان تسيب النص اللي عندها، فبدات ان هي تتوسع ونظرا لان مفيش لا ضابط ولا رابط ولا في اجراءات بتكتب الشفافيه ولا اختيار الاصلح، الموضوع عندنا تحول في النهايه لمشكله كبيره. تحول لمشكله كبيره جدا. وبقت الماده 13 ديت باب خلفي للتعيين في الوظائف العامه. طيب الحقيقه طبعا الدوله رفضت الطرف عن هذه الممارسات. ليه؟ العامل المؤقت هو كل الاحوال ملزوم حقوق وامتيازات زي ما العامل الايه؟ بتاعي. العامل المؤقت ملزوم حقوق وامتيازات زي ما العامل الايه؟ بتاعي. والاداره كل اللي يهمها ميزانيه الدوله وباب الاجور ما يتضخمش قوي في الموازنه العامه بتاعت الدوله، وهي عشان كده عامله ايه؟ واقفه بتعيينات. كمان اللي ساعد في انتشار الظاهره حاجه اسمها الصناديق الخاصة. وفرت للوحدات الإدارية نوع من أنواع الاستقلال المالي للضرورات، نوع من أنواع الغنى، هي بقى عندها موارد فتقدر تدفع للعمال دول من مواردها الإيه؟ من مواردها الذاتية. طيب يعني ما عادش تعيين على الباب الأول الأمور اللي هو جاي للمؤسسة العامة للدولة، لا ده بقى كمان في تعيين على الصناديق الخاصة وتعيين على الباب الثاني. القانون 47/78 كان بيبيح للاداره زياده عن، يعني هي المشكله اصلا جايه من اجتماع ثلاث مواد اللي هي الماده 13 والماده 14 وكمان الماده 16. الماده 16 كانت بتدي للجهه الاداريه الحق وفقا لخطابها التقديريه، وفقا لخطابها الايه؟ التقديريه. بعد اخذ راي جهاز المركز للتنظيم والاداره اداره ان حاجه الخدمه تبتدا تعيين الشخص ده من صفه دائمه ان هي تعيين، ان هي ايه؟ تعيين دون المرور باي اجراءات تضمن الايه؟ لا التنافسيه ولا الشفافيه ولا الاليه بتاعه التعيين في الوظائف العامه. يعني انت بس كده الماده ديت او العماله المؤقته اثبات كافي او اليه مؤديه للتعيين في الوظائف العامه زيها زي الاليه الايه؟ الاصليه، وبدون ضابط او رابط. طيب احنا بنتكلم كل دوت عن ايه؟ سلطه تقديريه، ان الاداره هي ان هي تعين الدلائل حاجه المنطقه حاجه غريبه من الاداره بعد اذن راي الجهاز المركزي للتنظيم والايه؟ والاداره. الكلام ده كان قبل الثورة، بعد الثورة الوضع اتفضل.
العماله المعقده كلها بتطالب بان هي ايه؟ تثبت، ان الاداره تعمل مكتبه مصر الماده 16 وان هي تثبت. وفي الحقيقه العماله المعقده كان عندها حق. عارفين عندها حق ايه؟ انا بعينك بصفه مؤقته. صفه مؤقته يعني ايه؟ 6 شهور، سنه، يومين. انما لا الناس كانت بتتعين في القضيه ديت لمده 10 سنين، عقد 10 سنين يعني ايه؟ العقد مثلا بيتعمل لمده سنه ويتجدد لمده ايه؟ 10 سنين. طب احنا عدينا 3 سنين ومجرد ما عدينا 3 سنين دوت يبقى مؤقته؟ طيب ما هياش مؤقته، ليه ما تعينوش بصوره دائمه؟ عشان ما ياخدش حقوق وامتيازات زي اللي معين بصوره دائمه. طب ليه يا عم ما تاخدش حقوق وامتيازات زي اللي معين بصوره دائمه؟ هو مش بيأديلك عمل زي اللي معين بصوره دائمه؟ لا مفيش كده. المهم عدد العماله المؤقته عندنا في مصر عدد 600,000. يعني مثلا في قصرية صلاح الدين في مركز القصرية صلاح الدكتور رفض المنحاس بسنة 2010، الراجل طلع بمنتهى الصراحة قال يا جماعة احنا ما عندناش أي استعداد دقيق للعمالة المؤقتة. ليه؟ لأن بكل بساطة الناس اللي بتتعين ما بيجيلهاش اختار بيهم كلها. ده في اللي عندنا اختار بيهم هم اللي متعينين على الباب الأول أجور بتاع المادة المؤقتة. طب السنة خاصة والحاجات دي ولا نعرف عنها أي شيء. طيب الناس عايزه تتجدد، ما هو برضه كان هتيجي مشكله. قال لك لو احنا ثبتناها يبقى هنعين 600,000 مره واحده. حاجه كبيره طبعا. ايام المجلس العسكري طبعا المطالب بدات تعلى. بعد الثوره كان في يعني ايه الناس خدت جرأه شويه فبدات تطالب بقوانا فوق. جاء المجلس العسكري اصدر القانون 19 لسنه 2012. نص على 3 مواد. اقروه. طبعا احنا Thank you.
القانون رقم 19 لسنة 2012 بأن شكل الوظائف أو شكل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الذاتي ولا يجوز شكلها عن طريق التعاقد كاعتبارا من 1/5/2012 اللي هو تاريخ العمل القانوني. كما يتم تعيين كل من تعاقد أو كل من كان متعاقدا على مجلس الأمور المنصبين ثم تم نقله إلى الباب الأول للوظيفة ومضى على نقله 6 أشهر ووظيفة دائمة على النحو الثالث بان. طيب يعني فيما عدا ذلك فيما عدا النص الناس ديت يظل الوضع على ما هو عليه. طيب جاء القانون 81 سنة 2016 حاول إياك حل هذه المشكلة فنص باب الأحكام الاقتصادية على أن إيرور مصر أي حد تاني لا يجوز له التقدم بها.
اعتبارات تتعلق بالعداله وفي المساواه بين المواطنين. المساواه ما هيش مساواه مجرده، ده هي مساواه نسبيه. المساواه هي مساواه نسبيه وليس مساواه مطلقه. يعني عندي مثلا الناس في تعقيد الدوله، اي دوله ما بتقومش عشان يعني في ناس معينين الدوله لازم تبذل مجهود ايجابي في سبيل او غرض ادماجه في الحياه، زي مثلا دوله الاحتياجات الخاصه. احنا واحد مثلا من دوله الاحتياجات الخاصه لو دخلنا معاه واحد عادي جدا ما عندوش اي احتياجات خاصه، اللي هيحصل ايه؟ ان احنا هنحل بالمبتدا بتاجيل عقد الوظيفه. عشان كده طيب هنحل بالمبتدا اللي هيحصل لو هو هيقعد في البيت، ولما يقعد في البيت يعني ممكن يجيله تاني. اه والله الدوله عليها التزام ان هي تدمجه في الحياه. ما هو بيتكلم في قانون اللي هو لسه هنتكلم عليه. 5% هنتكلم عليه، تفضل ما تتكلمش من غير اذن تاني. ماشي؟ تفضل. طيب يبقى الدوله عليها التزام ان هي تدمجه في الحياه، ان هي توفر له سبل الحياه، ان هو يعيش حياه كامله وكريمه زي غيره. عشان كده مثلا لو طلعت بره هتلاقي محطات المترو مجهزه ليه؟ هتلاقي الشوارع مجهزة ليه؟ هتلاقي السلالم مجهزة ليه؟ طيب دوت جهة أولانية، يبقى الاعتبارات العدالة وتحقيق المساواة بين الإيه؟ بين المواطنين. ومن جهة ثانية في اعتبارات معينة اللي هي اعتبارات قومية ووطنية. الاعتبارات القومية والوطنية بتقتضي تمييز من قدمه أعمال جليلة للوطن. على كل الأحوال نظام الوظائف المحفوظة للاعتبارات الخاصة لازم يبقى في إطار الاستثناء. يعني إيه؟ لازم يكون بنسبة محددة استثنائية، إنما ما نتوسعش فيه أوي. طيب عندي المادة 13 بتقول لي تلتزم كل واحد، إيه هو المادة 13؟ التعارض هو وسيلة استثنائية
لكشف الوظيفة العامة في حالات الضرورة. وسيلة استثنائية لشغل الوظيفة العامة في حالات الضرورة. العقد اللي هيقرر بين الإدارة وبين الموظف في الحالة دي اسمه عقد توظيف. عقد التوظيف هو عقد إداري بيخضع لأحكام القانون الإداري والمحاكم المختصة والنزاعات هي محاكم مجلس الدولة. المجلس القانوني للموظف المتعاقد بيستمد من عقد التوظيف. لكن لو احنا جينا بصينا في عقد التوظيف على واحد زي هنلاقي ان عقد التوظيف بيقتصر فقط على معالجه بعض الامور وغالبا بتكون الامور الماليه وبيحيل فيما يتعلق بباقي الامور بقانون الخدمه المدنيه. المدرسه الخاصه قانون الخدمه المدنيه بتقول لما يكون في حالات الضروره التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادره بموافقه رئيس مجلس الوزراء لمده لا تجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحه التنفيذيه وذلك دون استئذان في الحد الاكثر الوجود. طبعا نص الماده 16 دوت بيستجيب لاعتبارات الضروره. الضروره متمثله في ندره الوظيفه او ندره خبره الشخص. الشخص دوت عنده خبره خاصه مش موجوده في الجهاز الاداري للدوله. انا محتاج يبقى لازم افتح له باب استثنائي. لازم افتح له باب ايه؟ ويظل الباب استثنائي، يعني يظل ايه؟ استثنائي حالات الضروره ومقيد بالايه؟ مقيد بالضوابط اللي حددها القانون واللي حفظها اللائحه. انا عندي كان في نص كويس جدا للائحه وهو حاليا المتبع دلوقتي في الجهاز الاداري للدوله اللي هو صفحه 134. اللائحه لسه ما طلعتش بس في نصوص معينه في اللائحه مش محل الباب ولسه وهي بتطبق النهارده. طبعا الجهاز الاداري للدوله هي يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية. عندكم 6 شروط وضوابط موجودين. ثلاثة التغيير للخصم، يعني انتم من أول وتلبية هذه الحاجة قد كانت في المادة 14 من القانون العام للناس ملايين من صادر درجة 1. الله أكبر الله التغيير بالاختيار للجهاد والوظائف. من أول صفحة 132 آخر فقرة من أول صفحة 235. التغيير بالاختيار للجهاد والوظائف ذات الطبيعة الخاصة. المادة 21 انتوا عارفين طبعا ان الوظائف القيادية تلغى كقاعدة عامة بطريقة ايه؟ بطريقة مسابقة بدون اختبار. لكن المادة 21 استثنت شكل الوظائف القيادية في الجهات ذات الطبيعة الخاصة. المادة 21 قالت لي لا تسري أحكام المنتجين 2017 على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين بالوظائف القيادية ووظائف الإدارة التنفيذية التي تشرف عليها الإشرافية في هذه الجهات والوظائف وقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضها. يبقى هو النص ما قاليش إيه هي الجهات ذات الطبيعة الخاصة. ده هو أحال القرار بيرجو من رئيس
رئيس الجمهورية هو اللي هيتولى ايه التحديد. طبعا القرار صدر ضد القانون السابق وهو يستثنى العاملين في رئاسة الجمهورية، يعني جهاز ذات الطبيعة الخاصة ده اللي مطلوب بيها العاملين في رئاسة ايه في رئاسة الجمهورية. الخروج من الوظيفة العامة، احنا كده خلصنا الخروج من الوظيفة العامة. المحاضرة تكون نافعة بإذن الله تكون عروض، والمحاضرة دي هتكون مهمة لأن احنا هنخلص فيها كذا عروض في الكتاب الأول. أول على التدوري يا جماعة هي شو اللي ده لا أكثر مني يوم الأربعاء الجاي عوض عايزين نخدوها بسيطة من مهم يوم الأربعاء الجاي بإذن الله عوض يا جماعة أنا ما بحبش الله الخروج من الوظيفة العامة الأسباب القانونية لإنتهاء السجن. عندي الأسباب القانونية لإنتهاء السجن هي بروز السجن المقرر للتقاعد وعادة اللياقة الصحية، الاستقالة، الإحالة للمعاش، الفصل من الخدمة الحكم أو القرار التأهيلي، فقد الجنسية وانتفاء شرط المعاملة بالمثل، الانقطاع عن العمل، الالتحاق بإذن الجهة الأجنبية والوفاة. بلوغ السن القرار شرط السن. أنتوا عارفين إن هو من المفهوم البلوغ الوظيفة العامة تعتبر إيه مهنة كذا. الواحد يخش في بداية حياته ويخرج عند سن معين. السن دوت في القانون المصري حدده 60 سنة. وهو دور على فكرة السن السائد عالميا. طيب عندي نص المادة 69 بند 1 من قانون الخدمة المدنية 81 سنة 2016 بتقول تنتهي سن الموظف لأحد الأسباب الآتية. أولاً أو واحد بلوغ سن 60 بمضاعفة أحكام قانون التأمين الاجتماعي من شرط إيه، ويجوز بطلب من رئيس الجمهورية لاعتبارات تقدر مد الخدمة لشهادة الوظائف السياسية لمدة 3 سنوات. أنا عايز أفتح معاك حد نقاش حوالين المد في الخدمة، إيه رأيكم فيها؟ مد موضوع مد أنت وصلت موظف وصلت سن 60 كويس؟ رئيس الجمهورية عنده قانون قرار السلطة إنه يمد سن 3 سنوات. ايه رأيكم في فكرة المد بصفة عامة بعد سن 60؟ مين عايز يتكلم في الفترة دي؟ عن الصوت. مد المدة دوت ممكن في حالة إن هو يعني مثلا بلغ سن المعاش وأثناء فترة المدة بتاعته لسه المدة بتاعته ما جاتش، ممكن يبقى طول المدة لحد ما ينتهي المدة بتاعته. لا أنا فهمت حاجة أختي، أنتوا عايزة تقولي يعني مثلا من شغل الفترة مثلا بالنسبة لشاهدي الوظائف الإدارية في جهاز الإدارة الدولة هو بيتعين لمدة ويجوز لرئيس الجمهورية أو يجوز للسلطة المختصة اللي هي رئيس الجمهورية بالتعيين إن هو يمد له مدة إيه؟ مدة تانية. طيب افرض مثلا هو العين على 59 سنة بس المدة بتاعته 3 سنين، طب ما كده فاضل له مش عيان خد سنة واحدة بس، طب ما تمد له كمان 2 سنين. طيب ايه تاني ممكن ايه؟ اتفضل. ومفيش
حد يتوارث منه، فبيتيح له الفرصه ان هو يستمر في الوظيفه دي ويطور من خبره لحد من التعليمات الشرعيه الجديده. شكرا كلام معقول تتفق او تختلف معاه، بس هو كلام ايه؟ معقول. مين عنده كلام تاني؟ اتفضل. شايف ان ده امر ايجابي، لان المبنى اللي شايفه دوت مش حاجه تجاريه، ده حاجه سلطه تنفيذيه للاداره. ولو هو سلطه تنفيذيه فهو بيوجه ويقرر ان دوت هنسافره وهنكون في المده اللي احنا هنكتبها. فما مش مستمع على طول. ماشي شكرا اتفضل. وقرار من مين؟
الرئيس مهندس مهندس وزراء مد خدمه اي من شغال الوظائف الاداريه من الدرجه العليا والممتاز وما في مستواهما لمده سنه قابله للتجديد لمده اربع سنتين. فرئيس الوزراء عنده مهمات. السلطه المختصه كمان عندها من بيقول ايه ويسري ذلك على شغل المناصب والوظائف التي تعلو الدرجه الممتازه وما في مستواها على ان يكون مد خدمتهم بقرار من السلطه المختصه بالتعيين. السلطه المختصه بالتعيين هي مين؟ الوزير ومن له سلطات. الوزير في القانون السابق الوزير ومن له سلطات يعني رئيس مجلس اداره الهيئه العامه والمحافظ هو كمان دي ان هو ايه؟ يمد. ورئيس الوزراء دي ان هو ايه؟ يمد. علاوه على ذلك القانون 9 سنه 96 اضاف فقره ثانيه للماده 95 للسنه نصب على ان يجوز قرار من رئيس الجمهوريه نقل مرات حاضره مد الخدمه بعد ذلك بالنسبه لشاغلي بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص في الجهاز الاداري للدوله التي تعمل الدرجه الممتازه لمده او مدة اخرى دون تقيد بحد ايه؟ بحد اخر. لو احنا عندنا مقارنه بين الوضع ده والوضع الجديد ده، الوضع الجديد ايه؟ احسن. من اول الوزير ومن له سلطاته انه يمد، رئيس الوزراء يمد، ورئيس الجمهورية يمد. طيب النص الجديد دوت نص استثنائي اللي هو النص بتاع المادة 69 بند 1 نص استثنائي ده لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه، فيقتصر أولا مجال إعماله على شغل الوظائف الاختيارية، وبالتالي فلا تمتد هذه السلطة لوظائف الإدارة الإشرافية. إحنا عارفين إن القانون الجديد جاب لنا فايدة شغل وظائف الإدارة الإشرافية وألحقها وخلاها كل حاجة وقت حكم شغل الوظائف القيادية. وعلى الرغم من النص السابق ده النص السابق ده ما كانش استثناء، يعني ما قالش إن شغل وظائف الإدارة الإشرافية لا يدخل في المد، لكن هو لازم يقتصر على وظائف القيادية لأنه نص استثنائي والمذكور في النص هي وظائف القيادية، فما تخشش معاها الشخصية. ده حاجة. تاني حاجة سلطة رئيس الجمهورية في المد بتتقيد بمدة ايه؟ ثلاث سنوات، فلا يجوز أن يتعدى المد لمدة مدة. طبعا سلطة رئيس الجمهورية في المد هو النص بيكلمنا على الاعتبارات اللي هو ايه؟ الاعتبارات المقدرة. طالما بيكلمنا على اعتبارات مقدرة يبقى السلطة هي سلطة ايه؟ تقديرية، وسلطة تقديرية واسعة كمان. طالما السلطة التقديرية واسعة يبقى القوة القضائية على قل مداها في السلطة التقديرية الايه؟ الواسعة. طيب. طبعا النص دوت بيقتصر على الوظائف الإدارية المحضة، أما الوظائف اللي هي شطرة سياسية زي مثلا وظيفة الوزير أو المحافظ فهي طبعا لازم تكون في موضوع الايه؟ ال 60 سنة. طيب. انتهاء الخدمة بملوك السن بناء على شرط المواطن. القانون الخدمة المدنية أو القرار في 2018 لسنة 2015 كان يبني أحكام جديدة، في انتهاء الخدمة بتاعة المواطن. الأحكام دي احتفظ بيها القانون 18 أو القانون 81 لسنة 2015. المادة 70 من قانون الخدمة المدنية قالت للموظف اللي جاوز سن 60 أن يطلب تحدد المعاش المباشر ما لم يكن قد اتخذ طلبه إجراءات استبدادية سن 50 أن يطلب تحدد المعاش المباشر ما لم يكن قد اتخذ طلبه إجراءات استبدادية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وفي هذه الحالة تسمى حقوق التأمين على النحو التالي، اقروا النحو التالي ده 1 و2.
طيب النص النص دوت بياخد ليه؟ بياخد لهدفين، الاول تقليل حجم قياده الدوله للدوله. الدوله دايما بتقول ان احنا عندنا موظفين كتير فعايزين نخلص عدد، وبالتالي فتح الباب امام الناس اللي جابوا السن ال 50 ان هي تطلع معاش والدوله تجيب خمس سنين عنهم دوت، رغم ان هو ممكن يعني يتسبب في خفض اعداد الموظفين في جهاز الاداره للدوله بصوره كبيره. اثنين تحديث الجهاز عن طريق ضغط دماء جديده في وافتتاح مجال الشباب للالتحاق بخدمه الدوله. طيب انتوا ايه رايكم في النظام الجديد ده؟ هل هو نظام حلو؟ هل هو نظام وحش؟ هل عايزين نتائج؟ مش عايزين نتائج؟ ايه رايكم؟ موضوع المعاشات. انت بتطلع معايا او اللي فاتت هو اللي يتكلم.
العرض المشكله هو نظام المعاشات. فاحنا عرفنا صياغه نظام المعاشات انا في النهايه دوت هيدي نتائج هائله وعايز ازاي تنفذ. عدم اللياقه الصحيه والكده. عدم اللياقه الصحيه للفرد. انتوا عارفين ان اللياقه الصحيه هي شرط من شروط التحقق الوظيفه العامه. وبناء على ذلك احنا قلنا ان شروط التحقق الوظيفه العامه لو فقد الموظف احد هذه الشروط بيكون ده هو سبب ممكن يكون سبب لخدمته. طيب الايمان ان انا اقول لكم ان اللياقه الصحيه بتتحدد على ذوق اعمال الوظيفه. يعني اللياقه الصحيه بتتحدد على ذوق اعمال الوظيفه. وبالتالي احنا ممكن نلاقي اثنين موظفين حالتهم الصحيه واحده بس عمل دوت للعمل ده والعمل يبرر انهاء الخدمه نظرا لايه؟ ان حالته الصحيه غير متماشيه مع العمل الذي يقوم بايه؟ بتاديه. طيب عدم اللياقه الصحيه بيكون بقرار من المجلس الطبي الايه؟ المختص. طبعا مش قرار هو قرار بيكون من الجهه الاداريه دوت بيكون ايه؟ بيكون اجراء تمهيدي صادر على اصدار القرار بانهاء ايه؟ بانهاء طبعا الموظف لا يتقرر هذا الامر او لا يتقرر انهاء الخدمه لعدم لياقته الصحيه الا اذا استنفذ كل الاجراءات المرضيه. ودي كتير ودي نقطه من النقط اللي القانون ما وضحهاش وضعيف القانون. بس كانت اللائحه التنفيذيه للقانون السابق هتحاول انها تتضارب كذا وقت. يعني انهاء الخدمه لا يجوز الا بعد استنفاذ جميع حاجاته الايه؟ المرضيه. وانهاء الخدمه على كل الاحوال لازم يكون المرض له ظروف طبيعيه لائمه لا شفاء منها. وان يكون من شانه اعاقه الموظف عن اداء عمل. طيب الاستقاله. Thank you.
عايز يتكلم يرفع ايه. هل الاداره ملزمه بقبول التقاعد الموظف؟ ملزمه بقبول التقاعد الموظف لا يجوز لاجبار العامل على العمل التجاري ده. الاداره ملزمه ان هي تقبل استقاله الموظف. الاداره ملزمه ان هي تقبل استقاله الموظف. طيب يعني هي في النهايه لازم تقبل الاستقاله. بس ده اعتبار ان هو ما يشتغلش بدون اداره. طيب في اعتبار تاني اللي هو اعتبار سر المرفق العام للتجاره. وبالتالي يتعين ان يصدر قرار بقبول الاستقاله من الجهه الايه؟ من الجهه الاداريه. المركز القانوني للموظف المستقيل قبل صدور القرار بقبول الاستقاله تعد خدمه قريبه. وبالتالي هو ما يقدرش مثلا النهارده جاء قبل الاستقاله من بكره ما يقدرش يجي. هو لازم يظهر التواجد لغايه ما ايه؟ لغايه ما يقرر الاستقاله. ثاني هيحولوه تقدر الجهه الاداريه ان هي تتخذ ضده الاجراءات الايه؟ التأديبيه. طب اتخذ ضده الاجراءات التأديبيه مش هيعتبر اشتغل. يعني الضغط ده الموضوع محقق لغايه ما يدخل في ايه؟ طيب انا هقعد اعتقد ان هي انا عايز اركز على موضوع الحدود. عايز اركز على موضوع الحدود.